صوروا الغرب، الغرب اللي بيحرم على الشعب السوري انه يمتلك بس مضادات للطائرات بس، وترك هذا الشعب سنين. لا شو يعني بيحرم؟ يعني بتدخل مشان يمنع. احنا الغرب ما حدا ما طالب منه يتدخل اصلا، ولا الشعب السوري بيقبل انه الغرب يتدخل، لكن هو متدخل ليمنع انه يكون في مضادات لطائرات الاسد. ويا ريتها طائرات، لو كانت طائرات بتحدد الاهداف وبتقصف ماشي، شو يعني ما ممكن نستوعب كذبهم ويقولوا احنا قصفنا معسكر وقصفنا، بفهم، لكن احنا قاعدين بنشوفها الان وهي مصورة، طيارة بتلمي برميل على فوق قرية، على فوق مدينة، وين بسقط البرميل؟ ما بيسألوش، بتشوفوش البرميل بيبقى نازل، الطائرة بتكون راحت والبرميل نازل وين ما بوقع. ايش هذا؟ ايش هالاجرام؟ حتى تعرفوا هذه الشعوب اذا تبايعتم بالعينة واخذتم اذناب البقرة وذرديتم بالزرع وتركتم الجهاد سلط الله عليكم ذلا لا ينزعه عنكم حتى ترجعوا الى دينكم. ولذلك اذا بتلاحظوا زعامات الشعوب جردت هذه الشعوب اصلا من اسلحتها، جردت الشعوب من اسلحتها. وفي الزمانات لما جت الفزعة العربية للفلسطينيين هون منعوا الفلسطينيين يحملوا سلاح ضد اسرائيل، منعوا الفلسطينيين يحملوا سلاح ضد اسرائيل، احنا اللي بدنا نقاتل عنكم، وسلموا البلاد. تمام؟ حتى تعرفوا هذه الحكومة هايو، حتى تعرفوا مين هم هذول اللي بيحكموا. اخذنا صورة في 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 عن في سوريا الاسد، واخذنا صورة صالح في ليبيا، والقذافي في صالح في اليمن، والقذافي في ليبيا، وجدناهم في النهاية هذول مستعدين يقتلوا الشعوب، يقتلوا الشعوب مشان يبضوا على الكراسي. اكثر مليون مرة قلنا اذا مين هذول؟ هذول بشر، هذول هذا لو كان مندوب استعماري لكان ارحم منهم. لو مندوب استعماري في الاخير بيحتاج، في زماناته لورانس العرب هذا اللي كانت بعثته بريطانيا، ها، وإله علاقة بالثورة العربية الكبرى اللي بيفتخروا فيها جماعتنا، ها لورانس، طيب في الاخير ما عجبوش انه بصيرش انتو يعني نكون خونة هالقدة والجماعة ساعدونا وكذا، ما هو عشان اكل عند العرب شوي، ما رضيش الخيانة، هو لورانس ما رضيش، وفي الاخير حياته اكتئب لانه كان هو هذا الانجليزي هو واسطة الخداع اللي خدع فيها العرب من قبل السياسيين. عندهم شرف بيظل شوية، بس هذول جماعتنا مين؟ بنتسبوا لمين هذول؟ شوفوا اي واحد برد اكرر، اي واحد بوصل السلطة وبعطيهاش للشعب انسوا، لا لازم بيبني، لانه انت معناته انت بتترك الامة في مهب الريح، تصير اي شعب يتدخل، اي امة بتتدخل هايو، دخلوا في افغانستان وقالوا حفيظ الله امين هو اللي طلب منا وقتلوه، وهي هم بيقولوا الاسد وبقتلوه، او المهم يعني عبين ما يستخدموه لاخر اشي، هم بالكم بدوا الاسد، هم مستعدين يفاوضوا، هدول خوانا كمان على فكرة، ممكن يبيعوه وبيبيعوا ايران كمان، ممكن يبيعوه ويبيعوا ايران. نيجي ايران الان، الروس بيبيعوه، مستعدين يبيعوه وبيبيعوا ايران كمان، بس المهم نشوف وين مصالحهم، بدهم يتفاهموا مع الغرب، وين إلنا؟ شو قسمتنا؟ اعطونا، انتو قاعدين اللي بتقسموا بتاخذوا انتو، وين احنا؟ شفتوا لما يكون على رأس دولنا زعامات ما لها علاقة بالشعوب بنصير احنا في مهب الريح احنا، وبصيروا هذول الزعامات يبيعوا ويشتروا فينا مشان يظلوا على الكراسي، وان ما باعوش واشتروا بيدخل الاستعمار وبدمرنا. ولذلك لو يجي الان صلاح الدين يحكم بدون ما يكون نابع من الشعب احنا نرفضه، مين ما يكون ولو صلاح الدين ولو بده يحرر، ما عادتش، ما بصيرش تظل هذه المسرحية تمشي على الناس. لو انت قال باسم فلسطين، شوفوا قديش باسم فلسطين قاعدين بدمروا العالم العربي، باسم فلسطين بدمروا العالم العربي والاسلام، باسم فلسطين استنوا شوي وشوي عبين اليهود بدنا نحرر فلسطين وبيبيعوا، ايش هذا؟ لو انت لا خلص، الامم لما رفعت سلاح انتهى الموضوع، واللي ما رفعش بيجي وقت اذا ما صحت الامور يرفع، واذا دحلت يعني بعدين. قلنا لكم افغانستان في 79، افغانستان في 79 اللي ادت الى تفكك الاتحاد السوفيتي، و
لانه المسألة مش صدفة. طلعوا ليش طلعوا اصلا هم في ليش طلعوا في 15 شباط 1989 الروس الاتحاد السوفيتي ليش طلعوا؟ كانوا عم بنهاروا. وعبين ما سمعت صوت الانهيار كانت 1990 89 90. صدفة هاي 89 90 كان منهار. وهي امريكا لما دخلت العراق 2008 والانهيارات وتبعتها 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 ولحد الان قاعدين قاعد اقتصادهم ايش ولقدام شوي بنشوف. وهذا على فكرة هذا الروس هذا على فكرة دب بشع. لذلك الاصل ان تفكر الامة. والامة الان انا بكرر عدة مرات فوق المليارين. بظلهم يقولوا لي 1.20 1.15 فوق المليارين. انا حاسبهم من 5-6 سنين فوق المليارين الامة. الاصل اليوم لما صار في تواصل بين الامة انهم يعرفوا الان ويبدوا يشعروا الروس انهم اعداء الامة. حتى على فكرة كيف انت ممكن توقف مع السوريين؟ لازم يفكروا الناس شو بنقدر كل واحد من مكانه يعمل. لازم الروس يفهموا انه الان هم بيفتحوا صفحة اداء مع الامة الاسلامية وهذا ممكن يؤدي الى انكماشهم. ومش بس هيك وتخرج من بطنهم شعوب ثانية مهضومة الان ضمن الاتحاد السوفيتي او ما يسمى الان روسيا. اللي غير قال الاتحاد السوفيتي صار اسمه روسيا. وبالتالي هذول الناس الان بدها تنطبع في ذاكرة الامة انهم مجرمين فوق اي استعمار كان. وبقطوا بهم همش بقتلوا وبيهمهمش وبقول لك فيش ثورة شعبية بتكون حق وهذه حروب صليبية. طيب يتلقوا تنشوف اخر سورة الروم ايش هي الاية اخر سورة الروم؟ فاصبر ان وعد الله حق ولا يستخفنك الذين لا يوقنون. دائما الناس اللي ما عندهم يقين على فكرة اذا بتقرأ لهم وبتبدأ تشوف تحليلاتهم بتقول رحنا ضعنا ضعنا. لا فاصبر إن وعد الله حق ولا يستخفنك الذين لا يوقنون. دائما الناس اللي ما عندهاش يقين هاي إذا بتسمع لها أنت بصير زي ما قلنا بصير وزنك وزن الريشة أي نسمة بالطيرة. لكن ثقوا تماما ممكن يكون حتى خطة غربية كمان إنه روسيا تتورط لأنهم فاهمين نهايتها.